السلام عليكم، دور ربي ان شاء الله معكم رمزي زنقه كريزي. نعم دارين ندير لكم دي فيديو تاع الضحك مع بي كل خطره وكيفاش من داك دي بيب. بار كونت هذه خطره لا انا ندير فيديو تاع الصح سيريوز باسكو تتعلق بقضيه انسانيه، تتعلق بقضيه تاع اولادنا خاوتنا راهم في ماليزيا. هذه الحكايه بزاف واعره وانا هذه امانه صاحبي هذا بعثها لي بروميت له بلي نديرها ودرتها. كنت اوكيبي بالبزاف عندها نهار ملي بعثها لي اني روتار حشمت بصح هادي خطر لازم ندير لكم هاد الفيديو، لازم تشوفوها من الا للزد تسمعوها وتبارطاجيوها باسكو دعوه غراف والله غراف. انا تقصت بالبزاف يا رمزي يا خويا، ولا حبيت تدير الخير والله مساكن هادوما لي زالجيريان لي مات لهم الفيزا في ماليزيا، شغل جاو هنايا قبل الكوفيد ومن بعد مات لهم الفيزا، بعد حكموهم ليميغراسيون تاع ماليزيا حكموهم، وهنا كي تموت لك الفيزا تدخل الحبس، فدخلوهم للحبس. ايماجين مساكن من مارس وهما في الحبس حتى لدركا، والسفارة تاعنا ما دارت لهم والو. هادو ماشي زعما داروا كريم ولا سرقوا ولا داروا مشاكل ولا، هادو جاوا لماليزيا مات لهم الفيزا تاع حكموهم. هنا القانون كي يحكمك سون فيزا يدخلك للحبس. كملوا الحبس تاعهم وبقاو دوكا عام ونص في الحبس يا اخو. فمساكن عباك يعطوا لهم دوكا في رمضان ولا قبل رمضان يعطيو لهم كاس ما برك يشربوا، يدوشوهم عباك يلموهم زلطة كاملة مع بعضهم ويدوشوهم بالتيو كيما تشوفهم في لي فيلم. والحبس اللي راه فيه شغل ماشي حبس، شغل ديبورتيشن بالقصدير. فمساكن مرضوا الحب، عندهم مرض الجلد تلمون مالي شربوها مسخة، مرضو تانيك، مهم حالتهم حالة مساكن. وما ما يقدروش يخرجوا، لو كان يخرجوهم هنا في ماليزيا نقوموا بهم حاجة ما تخصهم، صح ما يخلوهمش يدخلوا لماليزيا. تسمى هذا لازم يترحلوا ديركت للجزائر، وما داروا حتى كريم، ماشي ما همش تاع مشاكل، جاو مات الفيزا تقدرت عليهم. فيا اخوي الا حبيت تدير الخير في هذا رمضان دير ستوري برك، دير ستوري اهدر على ليستوار تاعهم. كيفاش واحد انت ماتت له الفيزا ما دار لا كريم ما دار حتى حاجه، جا هنا لماليزيا غلقوا الحدود ماتت له الفيزا حكموه لابوليس برا اداوه الحبس، كمل الحبس هنا تدي شهرين حبس، كمل الحبس تاعو دوك راهم في عام ونص. عام ونص يا رمزي ما رحلوهم ما شافوهم ما على بالهم بهم، واحد محامي هو اللي راح هكذا راح يشوف الحبس يلقاهم. فإلا إلا 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 حاب تدير الخير القضية تاعهم هذه ديرها قضية رأي عام، اقسم بالله. غير تخيل والديهم برك مساكن، والديهم تخيل كيفاش راهم. والله لو كان جو تاع مشاكل ولا انا ما نهدرش عليهم، بصح هادوما شغل جاو توريست ومن بعد طب غلقت البلاد مات لهم الفيزا حكموهم لابوليس لازم يديوهم يخدموا الخدمة تاعهم. نورمالمون يجوزوا الحبس من 20 يوم حتى لشهرين تاع حرقوا الفيزا، راهم في عام ونص والسفارة ما على بالهاش. رحنا اليوم قالوا لنا ما عندنا ما نديروا لهم، قلنا لهم شوفوا يا ترحلوهم يا شوفوا تخرجوهم هنا أموا في رمضان هذا ياكلوا معانا يباتوا معانا يدوشوا مليح ياكلوا مليح، والو لا حياة لمن تنادي. والله يا رمزي غير تربح فيهم الأجر، لو كان زعما واحد هكذا ناس ملاح يواسي ناس ملاح هكذا يرفد التليفون الصاف. الله وليكي براني تاكل عليكم، بارطاجيو ماكسيموم كاع لي باج لي زانفلونسور، ماشي رانا نديرو كلاش الدولة ولا حنا خاطينا مشاكل، رانا حابين ماذا بينا كش واحد في حل ونبينو احنا اللي زالجيريان الصح، نوقفوا على خاوتنا على صحابنا على اولادنا. ان شاء الله واحد يعيط للسفارة ولا يشوفوا كش ما يقدروا يديروا ولا مينيستر تاع لي زافير ايترونجير. يا خاوتي خاوتنا راهم تماك نورمالمون شهرين ويجوزوا الحبس والسلام عليكم، راهم في عام وشويه. سبحان الله واعره واعره، قادر تصرى لي ليا تصرى لك ليك تصرى لنا كاع، سمك لازم ترفدوا بيناتنا في هذه الحكايه لازم. ليكي هلا في روحكم نتكلم عليكم.